إحدى الأشياء التي جرى فيها التعقيد على أثر ابتلائنا بالحضارة المادية، أجدادنا ما كان عندهم هذا الشيء بهذا المقدار، التعقيد في قضايا الزواج. نذكر نماذج، النماذج كثيرة ولكن نختصر. أولا، بيد من تكون المبادرة؟ الطريقة المتداولة عندنا أن الشاب هو الذي يتقدم، ولكن من الناحية الشرعية ما عندنا هذا الشيء. يمكن ولو هذا عيب عندنا لا يقوم به أحد، ولكن هذا موجود في القرآن الكريم أن والد الفتاة هو الذي يتقدم وهو الذي يبادر، مو إلا والد الفتاة هو الذي يتقدم، لا، والد إلا والد الشاب هو الذي يتقدم، هذا نوع من التعقيد. والد الفتاة هو الذي يتقدم وهو الذي يبادر، هذا عيب عندنا ولكن موجود في القرآن الكريم. النبي شعيب نبي من الأنبياء عندما شاف شاب متدين كفوء هو الذي بادر، قال شعيب يعني لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هو الذي تقدم، هذا النوع من البساطة في الأمور. عدنا هذا الشيء؟ لا، عيب عدنا. ليش عيب؟ هذا بناء ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج، لكن القيود والعقد النفسية والضغوط الخارجية تمنع هذا. أولا. ثانيا، المهر الذي تحول الآن إلى عقبة أمام الشباب، المهر اللي يكون كذا. ليش؟ النتيجة 4 ملايين فتاة في ذلك البلد الإسلامي. راجعوا الروايات، الألفاظ المذكورة في الروايات، يقول تمثال من سكر، الظاهر يعني هذا قند، تمثال من سكر، هذا هو المهر، هذا موجود في الروايات. راجعوا في كتاب النكاح: خاتم من حديد لا من الذهب والفضة، خاتم حديد، هذا مهر في الروايات مذكور. قبضة، وهذا أعجب، لعله قبضة من الحنطة، يتزوجها على ماذا؟ على قبضة من الحنطة اللي يمكن ما تسوى 10 فلوس مثلا، هذا موجود في الروايات. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، فأبى النبي صلى الله عليه وآله، ما قبل. فقالت: زوجني أحد أصحابك، واحد منهم. فقام أحد الشباب الرجال وقال: يا رسول الله، إني أريد أن أتزوج هذه المرأة أو هذه الفتاة. قال النبي صلى الله عليه وآله: وكم تصدقها؟ قال: لا يوجد عندي إلا ردائي هذا، غير هذا الرداء أنا ما عندي شيء.
قال إن أصدقتها الرداء تبقى بلا رداء، كأنه قديما كان لازم الرداء. قال ما عندي شيء ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وهل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: زوجتكها على ما تعلم من القرآن، تعلمها. أولا المبادرة، ثانيا المهر، ثالثا البيت المستقل، إلا يكون لهم بيت مستقل وشقة مستقلة. الوالد ينقل عن والده، يقول السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه: كانوا كلهم يعيشون مجموعة عوائل في بيت واحد، فعندما أراد أن يتزوج ابنة عمه كان المهر ثوبا واحدا فقط، ثوب واحد، وكان التغيير الذي حدث أن المرأة الفتاة انتقلت من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة. هذا هو الوالد يقول: وقد رأيت هذا البيت وكان من أسعد البيوت. المرجع الأعلى السيد عبد الهادي الشيرازي في وقته. وأولادهم الوالد يقول: رأيتهم وأحفادهم وكلهم خيرون متدينون، ما يحتاج إلى بيت مستقل. المبادرة، المهر، البيت المستقل، رابعا العمر، خامسا الثروة، سادسا المستوى الاجتماعي، سابعا التعليم، ثامنا القومية، تاسعا اللغة، عاشرا اللون، إلى آخر هذه القيود التي لا مجال الآن لشرحها. الحقيقة هذه القيود لها مبررات، يعني مفهوم منطق الآباء، يخاف الأب، يخاف الأم، تخاف لأنه إذا من قومية ثانية من لغة ثانية لهم أفكار ثانية توجه ثاني، يعيشون في بيت والد الفتاة أو والد الفتى، يخاف. يعني هذه القضايا لها تبريرات مبتنية على مخاوف، ولكن ما هو الثمن؟ النتيجة ما هي؟ هذه هي النتيجة التي نراها. أنا ما أقول أن كل الآباء أو كل الأمهات مقصرون، لا، ولكن الطابع العام عندما تلاحظ هذه الأمور النتيجة هي هذه النتيجة.